وزير التموين الحقيقه الدكتور علي مصلحي اعلن عن افتتاح معارض اهلا رمضان للجمهور منتصف الشهر الجاري بكافه المحافظات. الوزير قال ان كل محافظه هيكون فيها ثلاث معارض رئيسيه كحد ادنى، بالاضافه الى الشوادر والسيارات المتنقله اللي هتلف الاحياء والمراكز في كافه المحافظات. معارض اهلا رمضان بتوفر السلع الغذائيه اللازمه للمواطنين بجوده عاليه وباسعار مناسبه بتكون في مصلحه المواطن، خاصه مع اقتراب شهر رمضان المعظم. كمان معالي وزير التموين وجه هيئه السلع التموينيه بسرعه التعاقد على كميات كبيره من الزيت والسكر والرز، تعزيزا للارصده الاستراتيجيه للوزاره والعمل الجاد لاتاحه كافه السلع وتوفرها بالاسواق. تعالوا نعرف اكتر عن معارض اهلا رمضان من الاستاذ اسامه شاهد رئيس مجلس اداره الغرفه التجاريه بمحافظه الجيزه. وصباح الورد على حضرتك يا فندم. صباح الخير لحضراتكم جميعا وللساده المشاهدين، وكل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب وبخير. خلينا في البدايه كده نعرف من حضرتك، هل المواطن هيقدر ياخد الكميات اللي هو عايزها من السلع ولا هيكون محدود بكميه محدده في معارض اهلا رمضان؟ لا ان شاء الله، احنا حضرتك مغطيين محافظه الجيزه، عندنا معرض رئيسي موجود في العمرانيه في ارض الشركه الشرقيه للدخان على مساحه حوالي 2500 متر، وعندنا اربع معارض اخرى، واحد بيغطي الشمال، واحد بيغطي الجنوب، واحد في امبابه، واحد في بدرشين، واثنين اخرين في اكتوبر، واحد في اكتوبر واحد في زايد. طبعا كان في اجتماعات مكثفه خلال الفتره اللي فاتت مع معالي وزير التموين بهذا الخصوص عشان توفير السلع الاستراتيجيه خلال هذه الفتره، لان حضرتك عارفه ان بيبقى خلال الفتره دي تقريبا المعدل بيبقى مره ونص المعدل العادي في الشهور العاديه. فالسلع ان شاء الله كلها هتبقى متوفره اذا كانت من وزاره التموين والشركات، الشركه القابضه والشركات التابعه ليها، او من القطاع الخاص. القطاع الخاص طبعا احنا عاملين تواصل مع كل الناس الشركاء معانا في هذا الموضوع. احنا بنعمل المعرض دوت على حساب الغرفه التجاريه بالكامل، بنتواصل مع المحافظه، معالي المحافظ اللواء احمد راشد طبعا وفر لنا الاماكن بالمكان، واحنا بنقيم كل المعرض على نفقه الغرفه التجاريه في الجيزه، وبندي الاجنحه ديت للتجار بالمكان على اساس ان احنا ما نعملش عليهم تكلفه اضافيه، فيقدر ان هو ينزل في اسعار السلع، وبنعمل مراقبه للاسعار وبيتم الاتفاق عليها قبل المعرض مباشره. يعني نقدر نقول يا فندم ان هيكون في تخفيضات في اسعار السلع داخل المعرض، يعني دي ممكن تكون حاجه تهم مواطنين كتير؟ ان شاء الله، لان احنا بناخد من المصدر مباشره. عظيم. لكن من المستورد مباشره هو اللي بيعمل الجناح او المصنعين اللي موجودين هنا، ومعانا الشركات العامله في هذا الموضوع. عظيم. خلاف كده حضرتك بقى، نزول الاسعار داخل المعارض بينزل الاسعار في المحلات المجاوره او المحيطه، لان حضرتك لما بيبقى السعر قليل جوه داخل معرض اهل رمضان بيضطر التجار خارج المعارض اللي هي مش معانا حضرتك بتنزل السعر عشان عمليه المنافسه. زائد ان معالي وزير التموين هيوفر العربيات المتنقله زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي في بدايه المداخله، انه هتبقى دي عربيات متجوله عشان تغطي باقي الاماكن الثانيه اللي هي ما فيش فيها معارض. طب خلينا عظيم جدا. طب خلينا نعرف من حضرتك ايه ابرز السلع اللي هتتوفر في معارض اهلا رمضان؟ حضرتك كل حاجه هتبقى ان شاء الله متوفره، اذا كان السكر، الرز، البقوليات، الزيوت. زائد كمان ان احنا في الفتره الاخرانيه بتاعه شهر رمضان هنوفر الملابس والاحذيه عشان ملابس العيد بالنسبه للحاجات الاقتصاديه. عظيم. وكل بقى السلع اللي هي حضرتك عارفاها، اذا كان خضار او فاكهه، كل ما هو بيستخدم خلال ان شاء الله شهر رمضان هيبقى متواجد داخل المعارض. حضرتك هتلاقي اليميش والبلح والمنتجات اللي هي دايما حضرتك بتبقى
بيشتهر بيها شهر رمضان في الاستخدام. عظيم جدا. طب المتواجد في المعرض هيكون شركات الدولة بس ولا هيكون في مشاركة من القطاع الخاص كمان؟ يعني وكم نسبة مشاركة القطاع الخاص لو هتبقى متواجدة؟ حضرتك يعني حضرتك هتلاقي الشركات، الشركة القابضة بالشركات التابعة ليها حوالي هما 6 أو 7 شركات كبرى، إنما حضرتك هتلاقي مشاركة القطاع الخاص لا تقل عن 60% من المعرض. طب خلينا نعرف حضرتك يعني المعارض هتستمر لحد امتى؟ يعني هتبقى معانا يعني طول شهر رمضان ولا هتتوقف مثلا في وقت معين؟ لا ان شاء الله حتى نهايه شهر رمضان. بالنسبه لمحافظه الجيزه هتبقى مستمره لغايه نهايه شهر رمضان ان شاء الله. شكرا. المعارض طبعا دي موجوده في كافه المحافظات وفي توجيهات من معالي وزير التموين مراقبة الأسعار، وإحنا كغرفة تجارية بنراقب الأسعار وبنشوف الأسعار في الأماكن المحيطة، وبنعمل لازم حضرتك التجار اللي تيجي تكون الأسعار بتاعتها منخفضة عن الأسعار اللي موجودة في الأسواق، لأن إحنا بنوفر لها المكان ده على حساب الغرفة. عظيم جدا. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ اسامه شاهد رئيس مجلس اداره الغرفه التجاريه بمحافظه الجيزه. طبعا شيء عظيم، معارض عظيمه جدا وهنوفر فيها كتير وفيها تخفيضات كتير جدا، وبننصح كل المشاهدين وكل الجمهور ان هم يتوجهوا للمعارض دي لان هي فعلا هتفيدهم جدا.